السبيل الوحيد اللي خليت نقوله ولادي مريم حياتها كما نقوله لازم في سمك شغل لازم تحفظ كتاب الله عز وجل خاطر الطريق اللي كما نقوله تنجح ولادنا خاصة في الوقت اللي رانا فيه هي طريق حفظ كتاب الله عز وجل وراني مفتخر بها خاطر شغل حافظة مكتب الله عز وجل وراني متمني لها باش تفوق وزيد تحفظ كتاب الله عز وجل كامل باش نفرح نكمل الفرحة تاعي ويمها ثاني باش تفرح بها ضكي دخلت اللي يكون سما باش تزيد تعاون روحها في المستقبل وقرايتها والاخر لازم القرآن الكريم لازم كتاب الله عز وجل هو اللي يكمل لك حياتك في كلش خاطرش انا كي قلت لها يا بنتي خاصة كتاب الله عز وجل هذا هو اللي حياتك النور تاع الدنيا كاع في كتاب هذا في كتاب الله عز وجل عاقلة والحمد لله يا ربي وتاخذ الراي طايعتنا في كيمها كي بابا طايعتنا يعني الحاجة يعني ما تخصني حتى حاجة يعني تيجي بالعكس هي القرآن يا ربي اللي تبع كتاب ربي اللي تبع كتاب الله عز وجل يتربى وحده يتربى يا ربي القرآن يا ربي ربيها وكانت يعني ملي كانت صغيرة يعني الحمد لله ونطلب كل أولياء الناس هذو اللي راهم يشوفوا فيا ثاني يتشجعوا باش يوصلوا للمرحلة هذه اللي راها واصلة ليها مريم.